تهديد سعودي بإدراج الزبيدي ومجلسه في قوائم العقوبات الدولية، تفاصيل عاجلة فلنتابع. هددت السعودية اليوم عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بإدراجه ومجلسه ضمن قوائم العقوبات الدولية، وجاء ذلك ردا على تصريحاته على قناة الغد المشرق والتي هدد فيها بإسقاط المجلس الرئاسي والحكومة. وقال الباحث السياسي السعودي علي العريشي المقرب من دوائر الاستخبارات السعودية إن عيدروس الزبيدي ينتحر سياسيا، فقد يصنف هو ومجلسه الانتقالي على قوائم العقوبات وربما الحظر الدولي. وكانت المملكة قد استدعت الزبيدي والبحسني أمس الأحد إلى الرياض رفقة المكونات الحضرمية للتباحث حول المستجدات الراهنة في حضرموت بعد تصاعد حدة التوترات في المحافظة على خلفية تحركات المجلس الأخيرة في حضرموت. وبحسب مراقبين فإنه من المتوقع أن تحتجز المملكة الزبيدي وتضعه تحت الإقامة الجبرية على خلفية التحركات المتسارعة التي يقودها بإيعاز إماراتي في المحافظات الجنوبية على حساب مصالحها